تعالوا بقى دلوقتي نروح لفقرتنا السياحية. ومعبد قصر قارون هو معبد من العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سابك وديونيسيوس، وهو إله الخمر والحب عند الرومان. لكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له. وفي نفس التوقيت من كل سنة بتتعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، وده الأمر اللي بيحصل مرة كل سنة عشان أو بيدل كمان على براعة بناء المصريين القديم، وهو الحدث اللي بتهتم به الدولة سنويا للاحتفال وسط حضور كبير للسياح وكمان اهتمام كبير من الصحافة المحلية والعالمية. السياحة عنوان تقريرنا اللي جاي من قصر قارون في احتفالية تعامد الشمس. يتجمع المئات في يوم 21 من ديسمبر من كل عام لمشاهدة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والذي يعد ظاهرة معمارية وفلكية فريدة. ظاهرة فلكية جغرافية طبعا بتدل على أن أجدادنا المصريين هم اللي علموا الإنسانية قبل أن تعلم. منظر جميل جدا لما تشوف مدى الدقة في دخول الشمس على معبد قصر قارون. دي رسالة احنا بنوجهها للعالم كله ان المصري قادرين على فعل المعجزات. حدث فريد زي دوت ما بيحصلش بس مرة واحدة في السنة. المفروض ان في يومين يحصل فيهم تعامد للشمس، هو يوم 21 ويوم تاني في السنة. الى الان لم يتم تحديد اليوم التاني، ولكن في بحث بيتم لتحديد اليوم التاني. دوت زي معبد ابو سمبل اللي بيتم فيه تعامد الشمس يوم 22 ويوم 21 فبراير. جدير بالذكر أن معبد قصر قارون يعود للعصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سوبك، الأمر الذي يعطي للحدث أهمية تاريخية يحرص الكثير من الزوار الأجانب على متابعتها. اسمي شانفي وجئت من الصين. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها الفيوم. أنا لا أستطيع التعبير عن مدى شعوري بالانبهار. إنه حظ وفير لأهالي الفيوم. احنا هنا بنشوف اللي هو ازاي عبقرية المصري من 7000 سنة او اكتر من 7000 سنة قدر يوصل ان هو في اليوم الخاص بتتويج الملك، ان هو ازاي الشمس تقدر تخش تنور وجه الملك عشان تبقى حاجة عظيمة جدا. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان ده حدث فريد ما بيحصلش في اي مكان غير في مصر. ما زالت كنوز الحضارة المصرية تكشف عن نفسها كلما مر الزمن، لتؤكد ان الحضارة التي ابهرت العالم بنيت على علم وتقدم. ما زال العالم يعجز عن فك كثير من الرموز. محمد مجدي، تيل تي في.